للمزيد من المتابعين ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور محمد شكر ندى، رئيس جامعه بني سويف التكنولوجيه واستاذ التنميه العمرانيه والذكاء الاصطناعي. دكتور، يعني توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعديد من مشروعات الاسكان وحفاظها على الرونق والثقافه والحضاره المصريه فيما يخص عمليات الترميم خاصه للقاهره الخديويه، كيف ترى هذه التوجيهات؟ هو الحقيقه في مجهودات كبيره بتتم في مجال التنميه العمرانيه، سواء على الحفاظ على الموروث الثقافي او في انشاء المجتمعات العمرانيه الجديده، وخاصه في ظل ايضا استخدام التكنولوجيا الحديثه، لان معظم البرامج ومعظم المشروعات اللي بتتم في هذا الاطار بتعتمد على التكنولوجيا الحديثه في اطار التنميه في بناء المدن الجيل الرابع. فبالتالي المتوقع انه يكون في تكامل ما بين التنميه في مجتمعات جديده وما بين الحفاظ على ما هو قائم، لان احد ادوات الحفاظ على ما هو قائم ان تكون الكثافه العمرانيه مناسبه ويكون العيش في المناطق دي مناسب لطبيعتها، ومع النمو المستمر في الكثافه السكانيه فالتكامل بين الحفاظ وانشاء مدن جديده باستخدام التكنولوجيات الحديثه زي ما تم الاشاره ليه شيء مهم وملاحظ في الفتره الاخيره، حتى لان حضرتك برضو المدن الجديده في الجيل الرابع تعتبر قفزه في مجال التنميه، لان احد ادوات ايضا التعامل مع العشوائيات ومجابهه العشوائيات. نعم. المتوقع حضرتك ان يعني لما بيكون في تخطيط مناسب ان تبقى الدوله سابقه النمو السكاني، بالتالي محتاجه تخطيط، محتاجه تكنولوجي متطور، وده اللي احنا شايفينه في العاصمه الاداريه الجديده ومدينه العالميه. نعم، اذا هي خطوط متوازيه سواء في الحفاظ على التراث والحضاره المصريه او فيما يخص تطبيق التكنولوجيا ومعاييرها في مدن الجيل الرابع. اشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الدكتور محمد شكر ندى، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية وأستاذ التنمية العمرانية والذكاء الاصطناعي.